تحت شعار طعام على البحر، أطلق القائمين على مهرجان العالمين فعالية فريدة بتجمع ما بين تذوق أشهى الأطعمة كمان الاستمتاع بجمال الطبيعة على شواطئ المدينة الساحرة. تنوع الأكلات ومشاركة العديد من الدول أثار فضول الحضور الحقيقة، وكان من أبرز الأطباق اللي لفتت انتباه ساندرا هو طبق البايتا الإسباني الشهير، واللي بيتكون من رز ولحوم وخضروات، بالإضافة لمخبوزات يونانية جذبت الانتباه بتنوعها. كمان الطعام اللبناني، الأكلات اللبنانية ليها مذاق رائع ومتميز، يمكن في مصر احنا يعني متعودين عليه وبنشوف مطاعم كتير بتقدم أكلات لبنانية. ده خلى كمان المهرجان أشبه بملتقى للأذواق على شاطئ العالمين الجديد. هنتكلم أكتر عن الموضوع ده مع الشيف أميرة شنب. برحب بحضرتك وأهلا بيكي معانا. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ومساء الخير على كل المشاهدين. اهلا بيكي، وعايزين نعرف تفاصيل اكتر عن فعاليات مهرجان الطهي المختلف. طبعا احنا كسفره وبالاشتراك مع مؤسسه المتحده في مهرجان العالمين، طبعا حاجه مشرفه جدا جدا لبلدنا وحاجه على مستوى عالمي، يعني زي ما دايما بنقول من ارض الالغام الى ارض الاحلام. وكان في المهرجان بتاع الطهي قدمنا فيه 7 دول من دول البحر الأبيض المتوسط، علشان نقول إنه الأكل دايما بيجمعنا وإنه أرض مصر دايما بتجمعنا كدول عربية أو كدول العالم كله. إيه أهم الأطباق اللي تم تقديمها وكانت متميزة وكان في تفاعل عليها، أو الناس حتى بتسأل الوصفة بتاعت الأطباق دي؟ الحقيقة الناس كانت متفاعلة معنا جدا جدا، كان عندنا من المغرب أطباق وكان عندنا من أسبانيا ومن إيطاليا، وطبعا انت عارفة إيطاليا وأسبانيا قريبين جدا لينا في الأكل سواء الفوكاشيا أو البيتزا أو كده، والناس كانت متفاعلة وكانت مبسوطة جدا، وإحنا طبعا كنا مبسوطين بوجودهم ومبسوطين ببلدنا وبالمستوى اللي إحنا وصلنا له. طيب أهم الجنسيات اللي شاركت في المهرجان وفي الفاعلية، يعني هل من مصر بس ولا كان في كمان مشاركين من جنسيات تانية؟ الحقيقة كان عندنا من دول الخليج حبايبنا طبعا وأهلنا، ودي بلدهم ودايما بنفتخر بوجودهم معانا. والحقيقة أن العالمين بقت مش بس للمصريين، للأجانب وللعرب، والحقيقة أنها لكل الأعمار يقدروا أنهم يستمتعوا بوقتهم ولكل الإمكانيات المادية، من أول الشاطئ المفتوح اللي عملته مؤسسة المتحدة بدخول مجاني لحد أفخر الحاجات وأفخمها، فأي حد يقدر يستمتع بوقته هناك وبأجازته هناك. نتمنى كل الناس تروح وتشوف اللي احنا شفناه. طيب التجربة كانت عاملة ازاي شيف أميرة؟ يعني الطبخ على البحر وكمان يكون في جمهور بيتابع والأجواء وكمان في وسط فعاليات كتير، الصورة كانت عاملة ازاي؟ طبعا حضرتك عارفة هناك فعاليات رياضية، فعاليات فنية رائعة، حفلات رائعة، تجاوب طبعا الناس، يعني دايما التجاوب المباشر مع الناس بيبقى رائع، لأنك بتاخدي منهم الفيدباك على طول زي ما بنقول، يعني على المسرح داقوا معانا الأكل، وكان في مسابقات وكان في طلوع على المسرح وكان في تصوير، ويعني كانت فعاليات لذيذة جدا 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 وكبيرة جدا جدا جدا، ونتمنى السنة الجاية تبقى أكبر وأكبر. في أكلات معينة طلبت من حضرتك تعمليها، أو كان إيه أكتر حاجة مميزة قدمتيها في المهرجان؟ والله احنا كنا مقدمين من المطبخ الاسباني، وانت عارفه البايلا او البايايا اللي هي بواقي الاكل بتاعه الثلاجه، ودي بتكون عباره عن رز ومعاها كل انواع اللحوم والخضار، ودي بتبقى لطيفه قوي قوي قوي، وكمان بتبقى منعه للاهدار. انا بشكرك شكرا جزيلا شيف اميره شنب، اكيد كان مهرجان متميز واتكلمنا عن ابرز الحاجات اللي اتعملت فيه، المنافسات والمسابقات المختلفه، وكان فرصه ان الناس تذوق اطباق من مختلف انحاء العالم.